اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان، وحلقه جديده من ملعب الناشئين. بالتاكيد طبعا احنا في شهر رمضان، شهر الصوم، شهر الخير، شهر البركه. بالتاكيد كل واحد له طقوس، كل واحد له خصوصيات في شهر رمضان. شهر رمضان شهر الانجازات، شهر الانتصارات، شهر الصوم. اكيد طبعا كلنا لنا عادات وتقاليد مختلفه في شهر رمضان عن اي يوم تاني في السنة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعود عليكم الايام بخير ان شاء الله باذن الله، ومصرنا دايما في امن وامان. نجمنا النهاردة نجم سفير بلده في مصر، هو نجم من نجوم نادي الزمالك السابقين، والحقيقة متعنا وبالاهداف ومتعنا بحاجات كتيرة جدا في خلال لعبه في نادي الزمالك. هو سفير فلسطين في القاهرة، الرياضي كابتن مصطفى نجم. على الرغم من قصر الفترة التي قضاها داخل صفوف فريق الكرة بنادي الزمالك، إلا أنه ترك بصمة واضحة وقاد الفارس الأبيض للعديد من الانتصارات والبطولات، ليكون واحدا من أبرز لاعبي الكرة الفلسطينية في تاريخ الدوري المصري. هو هداف الزمالك السابق مصطفى نجم. مصطفى نجم اسم على مسمى، فتوهج القناص الفلسطيني في قيادة خط هجوم القلعة البيضاء على مدار ثلاثة مواسم متتالية في الفترة ما بين عامي 90 و93، وساهم في معانقة النادي الملكي للقب الدوري في مرتين، فضلا عن لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري. مصطفى نجم من مواليد 24 من عام 1966، وطرق أبواب الدوري المصري بانضمامه لصفوف الاتحاد السكندري وهو ابن 20 عاما، قبل أن يخطف أنظار مسؤول القلعة البيضاء بتألقه بقميص زعيم الثغرة. 15 هدفا كانت شاهدة على تألق مصطفى نجم خلال مشواره مع القلعة البيضاء، يأتي في مقدمتهم هدفه الشهير بشباك الأهلي الذي حسم به الزمالك قمة الدور الأول للدوري الممتاز موسم 1992-1993، حيث حفر الهداف الفلسطيني اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة اللاعبين الأجانب المسجلين في الدرب القاهري. وسلك مصطفى نجم المجال التدريبي عقب اعتزاله، حيث تولى تدريب عدة أندية فلسطينية أبرزها الصداقة والهلال وأهلي غزة، بالإضافة إلى شغل منصب المدرب العام لمنتخب بلاده، فضلا عن العمل مدربا بقطاع الناشئين بنادي الزمالك على مدار 7 سنوات متتالية. جماهير الزمالك لم تشعر مطلقا بأن مصطفى نجم لاعبا أجنبيا أو غريبا على قلعة ميت عقبة، فاعتبرته واحدا من أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه، وأحد أنجب تلاميذ الخط الأمامي لمدرسة الفن والهندسة خلال فترة التسعينات، ليكون مصطفى هو النجم المدلل لدى أنصار النادي الملكي.